السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عمر من مصر على قناة مرسي حامد. اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن البلوتوث وتعرفنا على أكتر من طريقة اللي احنا نتحكم بيه، سواء بالأوامر العادية أو الأوامر الصوتية، وبعد كده تعرفنا على الريلي اللي هو بيربط الأحمال اللي في البيت أو ال 220 فولت بالأردوينو عشان نقدر اللي احنا نتحكم فيهم. عملت تطبيق على كل ده وقدمت لكم المشروع البيت الذكي اللي هو كان عبارة عن فيشتين، أي حاجة أحطها على الفيشة دي أقدر أتحكم فيها باستخدام الموبايل، ولكن للأسف كان النموذج غير عملي، يعني كنت مستخدم فيشة بحالها عشان أركب عليها الباور أدابتور وأغذي الأردوينو، فكان حجمه كبير وغير عملي بالمرة. فالنهاردة حابب أقدم لكم النموذج التاني المطور من مشروع البيت الذكي، وهنتعرف على جهاز جديد بيربط ال 220 فولت بالأردوينو، وهنتكلم كمان بالتفصيل أكتر عن التوصيل عاملة إزاي، وكمان هنتعرف على طريقة جديدة للتحكم بالبلوتوث وهي باستخدام اللابتوب أو الكمبيوتر. كمبيوتر. هيا ننطلق. تمام، بالنسبة للتوصيل فاتكلمنا قبل كده عن توصيلة البلوتوث والريلي، خلونا نبدأ على طول على الشيء ده، الجهاز الجديد ده HLK AC to DC Converter، عبارة عن ستيب داون ترانسفورمر بياخد ال 220 فولت اللي عندك في البيت يحولها ل 5 فولت عشان تدخلها للاردوينو بدل الباور ادابتور. بيكون في اربع اطراف، طرفين للاي سي زي ما حضرتكم شايفين، دول هنجيب سلكين نحطهم ونربطهم بفيشة ونحطهم في البيت عادي جدا، وطرفين الدي سي اللي هيطلع لك 5 فولت اللي هنركبها على البريد بورد عشان تغذي الليلة دي كلها، الاردوينو بالبلوتوث بالريلي. نخش بقى في المهم، توصيلة البريزة. نخلي بالنا هنا اللي احنا بنتعامل مع 220 فولت واصابتها خطيرة حفظنا الله جميعا. زي ما قلت اول حاجة هجيب فيشة والطرف وهركب المداخل على ال HLK وهربطها عندي في الشقة، طبعا مش هربط حاجة دلوقتي، انا بربط بعد لما اخلص كل حاجة. نيجي بقى للبريزة وده المهم، عندنا البريزة بيبقى طالع منها طرفين، في طرف هوصله مباشرة على سلك من اسلاك الفيشة، والطرف الثاني هوصله على النورمالي اوبن على الريلي، الكومون على الريلي هوصلهم على السلك الثاني اللي في الفيشه بس كده. لاحظوا هنا ان حاطط لكم في المخطط ان اسلاك ال 220 فولت او معاملات ال 220 فولت عموما بتكون تخينه، ما ينفعش انك تستخدم اسلاك الجمبر الرفيعه بتاعت البريد بورد في الحته دي. تمام، قبل ما نروح نشوف النتيجه خلونا نعرف البلوتوث على اللابتوب. فبكل بساطه انت هتفتح البلوتوث زي ما عرفناه على الموبايل في اول فيديو، هتلاقي الجهاز طالع لك هنا، بتدوس على بير او اكرام ويقول لك دخل الرقم السري زي ما دخلنا برضه على الموبايل، هتدخل 1 2 3 4. تمام، طيب بعد كده بنعمل ايه؟ عندنا ده الكود. قبل ما نروح للكود في حاجه بنعملها عشان نكتشف البلوتوث ده اتوصل على ايه، فبتروح على ماي كمبيوتر وتكليك يمين بروبرتيز او خصائص، وتروح على اداره الاجهزه او ديفايس مانجمنت، وبعد كده هتروح على بورتس او المنافذ، هتفتحها كده هيقول لك البلوتوث بتاعك متوصل على ايه. انا هنا اتعرف عندي ان البلوتوث اتوصل على كوم 7 وكوم 8، هتكون واحده منهم، انا جربتها وطلعت انها كوم 8. فدلوقتي نرجع تاني للكود وهفهمكم ازاي بنفتح البلوتوث. انا دلوقتي فرضا اني خلاص شغلت الجهاز بتاعي والبلوتوث دلوقتي خلاص وصل له كهربا، فانا هفتح صفحه الكود بتاعتي عادي وهاجي هنا على تولز واردوينو هنا مختاره، هلاقي بورت هنا طالع لي 7 و8، انا جربتها طلعت ان هي كوم 8، فبختار كوم 8 هنا، وبمجرد ما بفتح السيريال مونيتور خلاص كده انا كاني وصلت البلوتوث زي ما بعمل على الموبايل بالظبط. فالاوامر اللي انا بديها له من الموبايل هكتبها هنا وهدوس انتر او سند وهتتنفذ على البلوتوث بتاعي. خلونا دلوقتي نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. تمام، زي ما انتم شايفين ده شكل النهائي للبروجكت، اصغر واحسن من المرة اللي فاتت وكمان عملي اكتر. انا مش مستخدم فيشة زيادة للباور ادابتور، كل الليلة عندي موجودة تحت اهي، وسلكة واحدة بس هي بتوصل الكهرباء لكل حاجة. طبعا انت لو عايز تبقى برودكت فعلي تقدر تستغنى عن الاردوينو وتستخدم بس المايكرو كنترول الموجودة، ولكن انا هنا بستخدم دي علشان اعدل على الكود فسايبها. هنعمل دلوقتي تجربة، أنا هنا هستخدم عندي أباجورة ومروحة،
فزي ما حضرتكم شايفين السيريال مونيتور طلع قدامكم. لو عايز مثلا افتح العين الاولى مسمينها فيرست، بنكتب كده على السيريال مونيتور وانتر. لو عايزين نفتح المروحة سكند، لو عاوزين نفتح الاثنين اون، لو عاوزين نقفل الاثنين اوف، وهكذا. تقدر تتحكم في اي حاجة براحتك. طبعا نفس الاوامر دي اللي بدخلها بالكمبيوتر زي ما تعرفنا في الفيديو اللي فاتت، تقدر تدخلها بالاوامر الصوتية بالموبايل او بالاوامر اليدوية، تكتبها بايدك او ممكن تحطها بالارم، يعني تحط منبه مثلا كل ساعة او ساعتين او وقت معين افتح دي واقفل دي وهكذا. اتمنى يكون المشروع عجبكم ووصلت الفكرة المرة دي اكتر. شكرا جزيلا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.